اهلا وسهلا، كي دايرين؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وصحه ديالكم تكون طيبه ان شاء الله. اليوم فيديو زوين بزاف، غادي نشارك معكم فيه المشتريات والتحضيرات للعراضه، ولكن ملي تنقولوا العراضه تنقولوا معنى جداد واواني جديده ومشتريات جداد. لذلك فانا اليوم غنشارك معكم مشتريات جديده زوينه بزاف ومعنات وبزاف ديال الحوايج. غنشارك معكم الاثمنه ومنين خديت كل حاجه، فتبقوا معايا من البدايه حتى النهايه ديال لا فيديو وفرجه ممتعه. واول حاجه غادي نشاركها معكم اولا غادي نبارطاجيها معكم هما هاد الكويسات الرائعين الغزالين بزاف. هادو شحال وانا كنتسناهم لان كنت شهوتي فيهم، كنت لقيت بزاف ديال لي موديل وبزاف ديال الاشكال ديال الكويسات اللي واحد كينسيك في الاخر، ولكن هادو هما اللي كانوا عاجبيني وهادو هما اللي وصيت السيد انهم يجيبهم ليا، لان هاد الديتاي ديال الدوغي ولارجونتي وفيهم هذيك النقيشه الوسط هما اللي كانوا عاجبيني. شوفوا لي ديتاي ديالهم ما شاء الله، الزواقه زوينه، يعني ديك الصبغه اللي ما غاديش تقلع، ماشي شي حاجه زعما اللي سواقيه، كيزان همويين ولكن ما غاديش يبانوا حتى تشوفوهم في الحطه ديال البلاطو كيفاش كيجيو. بالنسبه لهادو الثمن ديالهم 300 درهم، خديتهم من عند واحد المحل كاين في سله، وكنت ديجا هضرت عليه في الفيديو ديال المره اللي فايته، الفيديو اللي قبل كنت خديت من عنده شي حاجه وخديت منه حتى هاد المعنات هادو. اوسكار ديكو كاين في مدينه سلا اونفاس مع سوق الصالحين، اكيد غيكونوا بزاف ديال البنات متابعيني ولو عارفين اوسكار ديكو لان كنتقدم من عنده بزاف. خديت من عنده ايضا هاد الموس، وهادي باش كنهزو الكيك اولا الكاطو، تجي حتى هي زوينه وانيقه، يعني ملي كنكونوا حاطين هكا هي الطبيله ديال الضياف اولا ديال الكوتي كتجي زوينه، سورتو انني خديتها في هذا الشكل هذا اللي على شكل ريشه. كانوا عنده بزاف ديال الانواع وبزاف ديال الاشكال اللي مختلفين، ولكن هذا الشكل هذا هو اللي عجبني، هو اللي جا هماوي في الحطه ديالو. حتى الدوغي ديالو راه ماشي داك الدوغي اللي تيكون مشعشع، راهم انوكسيدابل، زعما ما تخافوش انهم يكشفوا لكم، فقط اننا نتجنبوا اننا نبقاو نقيسوهم بزاف الماء ولا نخشيوهم في لافيسيل باش هكا نحتفظوا عليهم لمده اطول. خديت ايضا هاد لي سيت دو طابل اللي زوينين بزاف، الشكل ديالهم رائع، اون فوا شفتهم عنده في لاباج ديال انستغرام اللي غادي نخليها لكم في صندوق الوصف. يعني اتصلت بيه وقلت ليه خلي ليا 6، ولكن مني مشيت عنده شفت بلي كبارين شويه في الحجم ديالهم، القطر ديالهم 35 سنتيم، ما غاديش يجيوني 6 في لاداب يعني في الطبله، داكشي علاش خديت غير 4. شوفوا الشكل ديالهم انيق وزوين بزاف، هماوي عجبوني، حمقوني هادو، غادي تشوفوا منين غادي نحطهم في الطبله مع الطبيسلات ومع الحطه ديال الطبله كيجيو رائعين بزاف، كيجيو انيقين، عنده بزاف ديال الاشكال وبزاف ديال الالوان، ولكن هذا الشكل هذا وهاد الدوغي هادو هما اللي حمقوني انا. كاينين ديال البلاستيك ولكن هادو راه ماشي بلاستيك، هادو مصيبين بواحد الخيط، ما عرفتش كيفاش غنشرح لكم، ولكن الكاليتي ديالهم زوينه. اللي اساسي هو اننا في التعامل ديالنا معاهم نحاولوا عليهم ما نغسلوهمش، حاولوا غير نمسحوهم باش هكا يبقاو معنا المده اطول وما يكشفوش معنا. ما عرفتش واش مازال عاقلين معايا ملي كنت كنقول لكم شحال هادي البنات، راه ما عنديش الماعن ديال الضيافه، ما عنديش شي حاجه اللي هماويه، شي حاجه اللي راقيه في الحطه ديال الطبله، فقط عندي الماعن اللي كنت كنشارك معكم واللي كنت يعني باقا كنشارك معكم، كنقول لكم هادو هما اللي عندي، ماشي شي حاجه اللي خايبه عندي وماشي شي حاجه اللي غاليه وزوينه بزاف. يعني كانت هذه مده ما كنتش كناخذ الماعن لان كنا كنفرشوا الدار، كنا كنديروا اصلاحات، كل مره تيخرج بريكول، واخا زعما لحد الان باقي البريكولات تيخرجوا، ولكن الحمد لله وصل دابا الوقت باش غادي نبقى ناخذ داكشي اللي شهوتي فيه الماعن على الذوق ديالي وداكشي اللي انا عاجبني. ما كنتش كنشري اي حاجه لان غير صافي حيت خاصني ناخذها، انا كنبغي منين ناخذ الحاجه ناخذ شي حاجه زوينه، ماشي نشري شي حاجه اللي سواقيه واللي غير
دوز واحد الوقت وتصدى ليا، ولا لا انا ما عنديش ديك الفكره ابدا. نقدر ما نشريش الحاجه لمده ديال عام، ولكن منين ديك العام نبقى نجمع ليه حتى ناخذ شي حاجه اللي زوينه. والحمد لله يعني دابا وليت كناخذ شويه بشويه، كل مره غناخذ حاجه غادي نشاركها معكم. وتنتوما خليو ليا في لي كومونتير الراي ديالكم كيفاش جا، يعني كيفاش جاكم هذا الشيء اللي خديت دابا. بالنسبه لهاد لي بلاطو حتى هما كانوا عاجبيني بزاف، وباقي عاجبني واحد البلاطو اخر، ولكن دابا يعني حاليا خديت هادو لانهم زوينين بزاف. هاد لي بلاطو ديال ماسكاني اللي كيجيو هكايا 3 بياس، كاين اللي كيبيعهم كل واحد بوحديتو، مي هاد السيد هذا كيبيعهم 3 بياس، ولكن من الاحسن انكم تاخذوهم بثلاثة. بلاطو كيجي فيها هكا الحطه ديال الاتاي اولا القهوه، بلاطو كديروا فيه العصير، وبلاطو الصغير يمكن لكم تبريزونطيو فيه الحلوه، يعني ملي كتحطوها كطبيله كتحطوها متوله وكل شيء متناسق، كل شيء هو هذاك. هاد لي بلاطو من النوع الممتاز اللي ما كيكشفوش ما كيتصداوش، سيرتو انهم عندهم واحد الرجيلات ديال البلاستيك من التحت، ان واخا تحطيهم ما يمكنش هذيك المرايه انها تزدح مع الطبله او مع اي حاجه. عجبتني الزواقه ديالهم، جات روميه، وحتى الثمن ديالهم خديتهم ب 680 درهم. وبالنسبه للموس وهذيك باش كنهزوا الكاطو فهي خديتها ب 130 درهم باش ما ننساش الاثمنه. اما بالنسبه للبرارات فانا كنت ديجا شاركتهم معكم، ولكن قلت غادي نعاود نصورهم معكم باش الناس اللي عاد التحقوا بينا جداد في القناه وما تفرجوش في الفيديو اللي كنت شاركت معكم مشترياتي الاولى للطبيله ديال الضيوف. غادي نعاود نشارك معكم هاد البرارد هادو. كيف ما تتشوفوا راني باقا محتفظه بهم في الكرتونه ديالهم وكذلك في البلاستيكه ديالهم باش هكايا تيبقوا معنا، الدوغي ديالهم تيبقى معنا لمده اطول. دائما نستعملوهم نشفوهم ونرد نحطوهم سواء البلاستيك ديالهم او نلويوهم في واحد المنديل اللي يكون كيشرب الميديتي سواء ديال حياتي او ديال القطن، باش هكايا دائما نحتفظوا بهم لمده طويله وما يكشفوش معانا. كنحيد ليهم هذاك الراس الفوقاني ديال البراد باش هكا ملي كنبغي ندخلو في الكرتونه كتسد ليا، يعني راه كيتحل وكيطرد بكل سهوله. بالنسبه للبرارد فالصغير خديته ب 400 درهم والكبير خديته ب 450 درهم. خديتهم عند واحد لاباج سميتها بدرهم، ما عرفتش واش مازالين عنده هذا الشكل اولا لا، هذا هو الثمن باش حسبهم ليا. وللاشاره اولا نقطه مهمه هو ان الدوغي ديالهم راه ماشي نفس الدوغي اللي كاين في البلاطويات. بالنسبه لجميع هاد المشتريات وهاد الاواني فانا خديتهم عند اوسكار ديكو، السيد اللي كاين في سله اونفاس مع سوق الصالحين. غنخلي لكم نيميرو التليفون ديالو كذلك لاباج ديالو ديال الانستغرام الا بغيتوا كتقداو من عنده، لان الاثمنه عنده تقريبا راه جد مناسبه، لانني انا قارنتها مع مجموعه ديال الاثمنه اللي كاين سوق انستغرام ديال لي باج ديال انستغرام، ولكن الاثمنه عنده راه جد مناسبه. السيد ظريف والله يعمر هدر، هادي راه ماشي كولابوراسيون، هادشي راه كلشي خلصتو فلوسي، وانما كيعجبني التعامل ديالو، داكشي علاش قلت نبارطاجيه معكم سي جامي بغيتو تقداو من عنده. بالنسبه للحامل ديال الكيك اولا داك البورت غاتو فانا كنت خديته ديك المره في المشتريات الاولى خديته ب 150 درهم، وهذيك لاكويه خديتها ب 100 درهم اولا 120 درهم تقريبا، ما بقيتش عاقله على الثمن بالضبط. بما انني مازال فرحانه بالماء اللي خديت فانا غنشارك معكم الحطه ديالهم كيفاش كيجيو، لان اي حاجه خديناها ما كيبانش لو شغم ديالها حتى كتلبس اولا حتى كتحط فوق الطبله. غادي تشوفوا الحطه ديالهم مع البلاطو مع الكيسان كيفاش كيجي، وكذلك هذوك لي سيت دو طابل ملي غيتحطوا فوق الطبله كيفاش غيجي الشكل ديالهم. لان في الاول ملي مشات معايا ماما قالت لي انا راه ما عجبونيش بزاف هذا الكيسان، وقلت لها ماما كوني هانيه، منين غادي تحطوا مع البلاطو مع البرارد عاد يبان لو شارم ديالهم، لان انا كنت ديجا شفتهم محطوطين، داكشي علاش حماقيت عليهم وقلت هما اللي غادي ناخذ. كذلك هاد لي سيت دو طابل شوفوا الشكل ديالهم كيفاش كيجي من بعد ما كيتحطوا فوق الطبله، عاد كتبان الزواقه ديالهم، اما مع الحطه عاد تبان شي حاجه اللي راقيه وزوينه بزاف. وتا لهنا كنكون وصلت نهايه ديال لا فيديو ديالي، كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم، ما تبخلوش عليا بلي لايك الا عجبتكم لا فيديو. شكرا لكم بزاف على المتابعه، بسلامه عليكم، خليتكم في امان الله.